تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين بك من الله. صوم بمن البكزي هو التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. صوم سنل ويم صيام سنل بقنقوا درجة الامساك مالك بقنقوا درجة متاك أف ويم مكوتب كان بنجر صيامي بالال مالك. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أنجمي لو مالك نبا قرآن لي. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. سلذي الصوم يميلو إمساك مالتنو بقعن قادة رجال شرعا ترقوم من النصو بشرعا انتر التعبد لله بترك المفطرات لا الله سبحانه وتعالى مجزاتنو الله سبحانه وتعالى مجزاتنو يميا فترون قروتشن بمتو من طلوع الفجر الثاني كفجر الثاني يمي بالو ويمدقمو ونتنياو فجر كوت أبساط أنستو إلى غروب الشمس اسكت أهيمت لك أدرس يالو مالك. وإم هو الإمساك عن المفطرات هو الإمساك عن المفطرات كم يتفطرون أجروت يمي بلو يمي تتطن يمس أسلو ومن كم يتفطرون أجروت شلو متك أبنا مكوت أبنو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كفجر كوت أبساط أنستو اسكت احاي مطلق ادرس باللو جزي وست مالكو نگرگن باب زنیو جزي سووج وين بتل ايو بوتاوش لي تعريف تدرق امساكم بچه تقصونا تعبد نيسوال بيلال تعبد وانو وانو مسارتو عند سو كميات فترو نگرو چراسو نميارك انا مياغ اللبيهون انقوان لا الله سبحانه وتعالى لمجزات بلو نيسو كالهون يه نگر من مياس كن يلتكم يلم مالك. سلزي التعبد لله بترك المفطرات الله سبحانه وتعالى مجزاته يميات فتره نقروتشن بمتو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هاي كم تتألك الرسع اللو مالك ليلو أمتنو قديتا يتدرقو يميلو سيهون فرضت الصيام في السنة الثانية من الهجرة نبي صلى الله عليه وسلم هجرة بوتو بولد تنياو آمت لينو بولد تنياو آمت لين شعبان كوابي لينو الله سبحانه وتعالى رمضان المزوم قديت هذا الرقو مالك سلزي صوم المزوم قديت هذا الرقو يتدنققو نبي صلى الله عليه وسلم وده هجرة بوتو بولد تنياو آمت نو مالك. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح